السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ريفيو كتاب سندباد عربي تانية ابتدائي. نفتح الكتاب من جوه ونشوفه عامل ازاي. ده الفهرس بتاع الكتاب من جوه، هو المحاور بتاعتنا وهم محورين، وده ترتيب او ترتيب الكتاب اهو للسندباد. هنا هو جايب لي المنهج حسب تقسيم الشهور، حسب تقسيم الشهور الدراسية، وحسب تقسيم اللي هي ايه المدرسة بمعنى اصح. اول حاجة ابتدالي بيها سندباد لما قلبت الصفح، ابتدالي بما سبق دراسته، المذكر والمؤنث اهوت، واثناء الاشارة، والتاء المربوطة والتاء المفتوحة، وكمان جاب لي التنوين والضمائر، ضمائر المتكلم والغائب والمخاطب، ادوات الاستفهام. جاب لي كمان الشدة، ياء المتكلم، اللام الشمسية والقمرية، تحليل لمقاطع صوتية، وراجع لي على كل اللي فات، وبعدين جاب لي عليه تمارين اهو. هنا بدأ يدخل لي في المنهج الدراسي، جايب لي هو قصة الاستماع، جايب لي عليها معاني كلمات، وجايب لي عليها سؤال وإجابة. وهيا نلخص القصة سريعا، دي جديدة جدا. سندباد انا ملاحظه ان هو بقى فيه تغيير بصراحه السنه دي، يعني صانع كتاب النحو بصراحه ربنا انسانه محترمه جدا، عملت شغل جميل جدا في كتاب النحو وكتاب او سلسله سندباد، ما شاء الله في تقدم بسببها. يعني بجد انا حاسه ان الكتاب فرق جدا جدا. دي انشطه سندباد اهي، الدرس الاولاني، الدرس الثاني يا جماعه هي الظواهر اللغويه، وهنا حلل لي ايه ده، ده جايب لي يا جماعة ايه ده، يعني حلو جدا. انا ضمير مد بالالف، الحرف الممدود، النون، والجمع نحن. ده يعني انا عايز اقول لكم ان هو يعني انا صدمت شوية، هو جايب الدرس زي ما تقولوا ايه، عامل عربه اعرابه تمام، وفيه والمدرسة والمعلم ومن وفريقا والتلاميذ، لام شمسية فيها مد وفيها حرف ممدود، ممدود بايه، عامل شغل جامد، عامل كمان اهي ديت معاني الكلمات، سؤال واجابه، وانشطه سندباد، وده الكتاب من جوه. هي الورقه بتاعته خفيفه شويه، ولكن الكتاب فيه شغل جامد وعجبني قوي، خضني موضوع انه عارب لي الدرس ده وعامل لي ليه جدول اعراب تمام. سندباد عامل شغل حلو، ده الكتاب من جوه اهو، سؤال واجابه، طبعا اسئله كتير قوي، الصواب والخطا، ويحدد الصواب والخطأ وايه وصلحه تمام. عالم الفلك البيروني، ده كتاب يا جماعة السندباد من جوه. لا عجبني، عجبني، وانا لما حاجة بتعجبني بقول ان هي عجبتني، بصرف النظر على ان الكتاب الورقة خفيفة شوية، بس هو فيه شغل جامد اهو. تقييم سندباد على المحور التاني، يعني انا بنتي طالعة تانية ابتدائي، وانا كده هفكر جديا ان انا اخد السندباد. هنا تقييمات نهائيه في النهايه، اهي تقييمات للفائقين تمام، وفي الاخر كمان عامل لي اجابات. الكتاب حلو وعجبني قوي، الكتاب 270 صفحه، وعامل كام، عامل 95 جنيه، سعره يعتبر كويس جدا، سعره زي سعر كتاب الابرار تقريبا، يعني نفس السعر بالظبط. حلو قوي، عجبني سندباد، عجبني ما شاء الله، اللهم بارك. تابعوني هنزل لكم كل جديد، اللي محتاج كتاب معين يقولي في الكومنتات.